شبيهه به قصه جواز برضه زواج الجواز دي. حاكم علي جمعه ايام ما كان مفتي قال طلاق المصريين لا يقع. قالوا لي ليه يا مولانا؟ قال اصل بقول لها انت طالق بالهمزه. والله كده. والله شوف الذل الذي ضرب علي. كله بيقول انت طالق بالهمزه ولا يقع الطلاق الا ان يقول انت طالق. ها؟ ما ينفعش الا كده. فكان اجمل تعليق قال له وزواج المصريين باطل. ليه؟ قال بيقولوا عليه جواز مش زواج. جوزني بنتك. طب جوزني دي يعني ايه في اللغه؟ خلاص يبقى زواجهم باطل وطلاقهم باطل. ها؟ ليس لهم نسب كده. عاملين زي ولد النيل.